أول حوار أجريته مع إرهابي كان في يوليو عام 1973، اسمه أوسامو ماروكا. كان زعيماً معروفاً في منظمة مسلحة اسمها الجيش الأحمر الياباني. أقامت هذه المنظمة علاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن أجل دعم القضية قام ماروكا مع عناصر من الجبهة باختطاف طائرة مهددين بتفجيرها وقتل جميع من فيها. كنت في قاعدة عسكرية عندما رن هاتفي ليتم إبلاغي باختطاف طائرة الخطوط الجوية اليابانية وطلبها الإذن بالهبوط في مطار دبي. أبلغت الشيخ زايد والشيخ راشد بتفاصيل الوضع وتوجهت مباشرة إلى المطار. أعطيت أوامري بإخلاء مهبط الطائرات. كنت في موقعي مع فريقي وانتظرنا الطائرة، وسرعان ما امتلأت الغرفة بأصوات الطيارين، فأعطيت إذناً بهبوط الطائرة المختطفة على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. هبطت الطائرة، وكان إجمالي من على الطائرة بالإضافة للمختطفين والطاقم 145 شخصاً. كانت الطائرة في حالة سيئة، حيث انفجرت إحدى القنابل بأحد المختطفين وهي امرأة، لتلقى حتفها على الفور. نجت الطائرة بعجوبة من ذلك الانفجار وهبطت بسلام على أرض السلام، دولة الإمارات. بعد هبوطها جاء صوت أوسامو ماروكا عبر الميكروفون مطالبا بالتحدث فقط مع شخص مسؤول في الدولة. رفعت السماعة وقلت له: تحدث، أنا معك. قال: ومن أنت؟ قلت له: محمد بن راشد آل مكتوم. قال: إذن أنت عربي، لابد أن تدعم القضية الفلسطينية، إنها قضيتكم. قلت له: إن قضية الشعب الفلسطيني قضيتنا نحن أيضا، ولكن لا يمكنني منحكم ممرا آمنا. قال لي: نعم، لدينا مطلب آخر. وكان مطلبه إطلاق أحد رفاقهم المحتجزين في إسرائيل. طلبت منه أن يكون واقعياً. في صباح اليوم التالي ومع بزوغ الفجر جاءني صوت ماروكا على الراديو: صباح الخير، أتمنى أن تكون حصلت على نوم مريح. كان في صوته شيء من السخرية، يبدو أنه عرف أنني لم أنم. قلت له: لقد تعب الركاب من كل هذا دون أن يكون لهم أي ذنب، أطلق سراح الركاب. ليست هذه الطريقة المناسبة للتعبير عن دعمنا للقضية الفلسطينية. رد علي بصوت متوتر: سأفجر الطائرة، هل تفهمني؟ قلت له: أنت أخونا في النضال من أجل القضية الفلسطينية، ولكن لا بد أن تكون حكيما ونتحلى جميعا بالإنسانية تجاه هؤلاء الأبرياء، أطلق سراحهم. كان يهدأ أحياناً ثم يعود للصراخ ويقول: أستطيع تفجير هذه الطائرة الآن. في اليوم الثالث أخبرت ماروكا الذي بدأ يشعر بالتعب بأننا وافقنا على تزويد الطائرة بالوقود لينطلق بها حيث شاء. وفعلاً بعد تزويد الطائرة انطلق بها إلى ليبيا، وهناك تم إطلاق جميع الركاب مع طاقم الطائرة، ثم قام الخاطفون بتفجير الطائرة في مطار بنغازي. شكلت تلك الحادثة درسا مهما لي في الحياة: عدو عاقل خير من صديق جاهل وأحمق.